يا سلام، يا حظك يا ابو الحظوظ. افتح لنا نشوف عمي غليس. يلا افتحها انا. يلا بسم الله وتربح معنا. تربح معك. شو آلات حاسبة؟ قديه بتسوى الوحدة؟ ان شاء الله عبود بالضبط. يا شباب شو صار له؟ ضبهم ضبهم الله يوفقك ان شاء الله مشان الملائكة ضبهم، والا اذا بتخليهم هون بتحبش لك اياهم كلهم. عم لك لك شبك غليص هدي طول داري بحط اغراضي عند منك. هلا استشرفه اخي حط عندي شو ما بدك بس لا تحاسبني. لا عم لك حطهم ضبهم وكتب القصة. غليص لك شو صار لك؟ والله انت عجبه. شو معك مرض اسمه الات حاسبه بيظهر؟ لا تكون بتخاف. ها لا شيء عم لك شيء عبود. الات حاسبه عبود عبود، انت بتعرف انه في ناس بتخاف من الحياه، في ناس بتخاف من المطارح العاليه والواطي والضيقه، بتخاف من الصراصير. انا بخاف من الالات الحاسبه. ليش بقى؟ انا حياتي كلها دمرت اله حاسبه. والله انا يا حالي دمرت لك حياتك شي مره، شي شقره شي سمره، مو شايفه اله حاسبه صغيره؟ عم حاكيك عن جد عبو. عن جد شو؟ مالك شايف الصورة هاي؟ شوفها شوفها منيح شوف. لك ايه والله هاد انت؟ طب وينها؟ شو بدي افهم من الصورة انا؟ اذا لهلا ما بعرف شو اسمها. انت بتعرف انه انا حبيتها لساتني لهلا بحبك. هذا الحكي صار متأخر. متأخر كتير. ليش؟ في وحدة تانية؟ في ولا ما في؟ مو هذا موضوعنا. أنا عم أحكي عن سنين النكد يلي كنت كل وقت عم أحاول إني أرضيكي فيها وبس. وقال صدقني هذا كله رح يتغير. يا ستي إن تغير وما تغير ما عاد مهم بالنسبة لي. المشكلة فيني أنا، أنا صرت مشوه من جوا قد ما كنت أحسب حساب لنرفستك وعصبيتك. بس أنا ما كنت هيك ولا بحياتي حبيت إني أكون هيك. بالعكس أنا اللي كان ينرفزني إنه أنت طول عمرك بتحاول ترضيني وبس. نعم مو شي غريب وعجيب؟ مو شي بيخلي الواحد يطلع من تياره؟ لك لما كنت تروقك كنت تعتبريني ضعيف، ولما كنت شد شوي تعتبريني متخلف. هاي أنت سويت اللي بدك إياه، عملت اللي براسك وطلعت من البيت. شو صار يعني؟ شو خربت الدنيا؟ لا خرب بيتنا. من انت فارقة معك انت؟ اه